السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في مخيم ريف حلب. هذا المخيم أنشئ حديثا، توجد فيه تقريبا حوالي 375 عائلة. أغلب هذه العائلات قدم من حلب نتيجة الحرب الدائرة في حلب أو في ريف حلب وفي ريف حماة الشمالي. أغلب هذه العائلات لا يملكون أي شيء، أغلبهم يعيشون بدون خيم. كما تعلمون نحن الآن في فصل الشتاء، وفصل الشتاء هنا في هذه المنطقة بارد جدا. الحمد لله رب العالمين، اليوم يوم مشمس، لكن البارحة مطر كثيف. أغلب هذه العائلات لا يملكون مأوى، لديهم مشكلة بموضوع المياه. كما ترون أخي ممكن في الصورة، المخيم لا يوجد بحص للمخيم، المخيم فيها وحل وطين كثير. نحن الحمد لله رب العالمين بمساعدة الأخوة في هيومن ايد والأخوة الآخرين الذين قدموا يد المساعدة لنا، سوف نقوم الآن بتوزيع بعض الألبسة لبعض العوائل الموجودة في هذا المخيم. جزاكم الله عنا وعنهم كل خير.